اسمي خديجة عبد الحال، تربية تمارس وتلك المزيح خصوصية غسالة دوش تارشي عمل مباشر نسكن غسالية سمراني سيم غرائي ونبور نتي ماشي مزيح خاص محمد مستوي اللي في كيغان اللي في كان مدوري دروس في سنة تمارسات مزيح سولنا كتاب دياز تونيس ونقال وزرق كل ما يراف في نظم قومين حجب العيد جانطي انتقنون زيروس كما جانطي الرئيس سعيد الشوب يعني إنا نوي اللي زريني في عزيز الشامخ إنتظار عموري مباركة أتن حربي تربوت يتربوت أسمان قيقان تربى يضنين اللي ريرنا تمديز نسي محمد مساوي قيان غني المغور نزدقان مدلي وانياني نتاو صناغة مزيد المغرب أدى السكينة تغامي كل نسي لسر سعطار تم أرقزة دارية كامي قولن يتوصنا أرسيم غرغة ودى مدن دار شعر مراكش اللي غصة تسكر تمغرية دغمتني غرمان ترودانت لي غيث كان إن مغورنا في توصنا تمزيخ سلونا وانا ومسي محمد مستوي سي محسي عيسى بقيشة زيكو أدى المغربي سوس العليمة ترو إن مغور في توصنا أرسيتي إن شاء الله هذا في التغام في توصنا نتمزي الخطر تنمير تواري الضيب المقر دري لكن اللي بيستر الوقت لكن لنا لك فرح بارا شكو تكريم هذه التسكيرة تدر تنيو إلا ما ميتاد جنال ديم تقارسي سوي سميد أربع رانسي مغور دار دار الشعر مراكش ومن دبية الثقافية تردان اللي سكرنا المقرن ودول كل قصة سامين أسمعك ودقاء رقم 32 تكريم ومش كاد أرغي أرغي كا أن نسرع سبب دام السنة ترام لغاك سكرنا تكريم أننا في قصص سر لأنك فرح بارا المقرن حضر مجلسين تبت من الفعاليات تبت من وزارة دولي الترانيم يسول أستاذ الباحث أحمد أبو زيد والشاعر الباحث مولاي حسين الحسيني السي عبد الحق مفراني إذن ونشكد كل استسماع ما نتمنى أن نقاك اللي قدر أن نسرع بسر قدام عبد الحق مفراني مدير دار الشعر بمراكش. طبعا سعداء اليوم ان ينتظم هذا اللقاء لقاء تجارب شعريه وهي فقره تنظمها دار الشعر بمراكش للاحتفاء برموز الحركه الشعريه المغربيه. هذا اللقاء الذي يندرج ضمن انفتاح على باقي المدن والجهات المملكه المغربيه وضمن انشطه دار الشعر بمراكش والذي ينتظم تحت اشراف وزاره الثقافه والاتصال وبالتنسيق مع مديريه الامير وزاره الثقافه والاتصال مدينه الترودانت. طبعا اخترنا مدينه الترودانت لانها نموذج حي لهذا التعدد الهوياتي ولهذا التناسج الهوياتي المغربي اللساني ايضا بحكم ان لا ننسى ان رموز حركه الشعر الامازيغي ورموز حركه الشعر الفصيح تندرج وتنطلق من هذه المدينه خصوصا. اليوم عشنا لحظه استثنائيه
بالاحتفاء بأحد رموز الحركة الشعرية المغربية سي محمد المستوي الشاعر والباحث. وعشنا لحظات لا تنسى بحكم أن هذا الشاعر ساهم بشكل جلي خصوصا بالتعريف بالثقافة، لا نقول فقط الشعر الأمازيغي ولكن أيضا الثقافة الأمازيغية، خصوصا أن لا ننسى أن سي محمد المستوي قد وثق العديد من التجارب سواء في الجانب الموسيقي سواء في الجانب الجمعوي، وأيضا لفت الانتباه لهذا التراكم ولهذا الموجز الغني للتجربة الشعرية الأمازيغية. شكرا لتالو دانت وشكرا لجمهورها الذي ساهم بإنجاح هذا اللقاء، وشكرا لجميع وسائل الإعلام التي ساندت هذا اللقاء وساهمت في إشعاعه. معكم سعيد ليا.